ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنكمل ان شاء الله قصة هالك الخالد. لو لسه داخل جديد فانصحك بقوة تشوف الثلاث فيديوهات اللي قبل ده عشان تبقى عارف احداث القصة من اولها. النهاردة هنشوف حرب هالك والجنرال 14 ونهايتها اللي بقالها 13 عدد تقريبا. فقبل ما نبدأ في السريع كده ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة، وتفعل جرس التنبيهات. ويلا بينا. في الجحيم يقف بروس بانر قدام أبوه براين. براين بيبدأ كلامه: مرحبا بك في المنزل يا بني. بروس بيرد: أنا فاكر أني كنت هنا قبل كده، أنت عمرك ما سبت المكان ده يا بروس من ساعة الانفجار الأول وأول مرة اتقتلت فيها. أنت وصحابك كنتوا بتيجوا وتروحوا كتير من هنا، فاكر الباب الأخضر؟ أنا مش فاكر حاجة غير إنك تلاعبت بيا وبكل الناس اللي حواليا، كنت عايز تدمجني مع شيطان كوني. أبوه بيقطعه: الواحد أسفل الكل، أنت فاكر ده يا بروس عشان آخر مرة البوابة اتفتحت من عالمك، إحنا اللي جينا لك مش أنت اللي جيت لنا. أنت فاكر إنك في الجحيم بس أنت في الكيان الضخم المصنوع من الجاما، أنت في موطن أشعة الجاما. بروس بيرتعب: بس الجاما دي مجرد شعاع بيتم دراسته بالعلم، ما ينفعش يبقى كيان. أبوه بيرد: أنت محق يا بروس، بس لو بصيت لها بشكل تاني فممكن تقبل جاما كيان ليه وعي أو تعويذة سحرية. كل حاجة ليها أكتر من تفسير يا بروس، ممكن أكون أنا إنسان بيحاول يهرب من الجحيم أو وحش عايز يجلب الجحيم على الأرض. بروس بيرد عليه: أنت أكتر واحد تستحق تقبل في الجحيم، تستحق تقبل وحدك للأبد. براين بيضحك: ومين قالك ان انا لوحدي هنا؟ وهنا بنشوف ام بروس واقفة وبتمشي نحو الظلام. بروس بيصرخ: امي امي تعالي. ابوه بيرد: احيانا امك بتزورني من وقت للتاني بس ما بتقعدش معايا فترة طويلة. بروس بيعيط: امي ارجوكي تعالي ارجوكي. ولكن امه مش بتسمعه، مش بتديله اي انتباه، بتسيبه مبتعدة عنه وبتختفي في الظلام. وهنا بيستيقظ هالك بكل قوته، أطرافه تشفت، بينقض على ريك جريمز وبيلكمه لكمة قوية بيطيح بيه، بيقفز فوقه وبيقول لبيتي: احذري منه، بيقدر يطلع حامض سائل من بطنه، بيذيب أي حاجة في طريقه. بيتي بترد: حامض سائل؟ بتخترق بمخالبها بطن الوحش وبتطلع أمعائه كلها برة. هالك بيبص لها: انتي كلتي قلبي، قتلتيني، إياكي تعملي كده تاني. بيتي بتبص له بخوف: ما تأذيش بيتي. جاكي بتجري على هالك وهي بتصرخ: دي قتلتك، اكلت قلبك، ازاي رجعت تاني للحياة؟ هالك بيرد: لما حد فينا بيتأذي جامد وقدرته الشفائية بتتعطل لازم يموت، ده بالنسبة لنا زي اعادة ضبط المصنع، بتسرع قدرتنا الشفائية وبترجعنا للحياة بكامل قوتنا. وهنا بنشوف طيارات مقاتلة قادمة من بعيد على هالك. الطيارات بتوصل وبتطلق الآلاف من الطلقات والقذائف على هالك. هالك بيطير بمنتهى السرعة وبيحضن جاكي عشان يحميها. هالك عايز يقوم يدمر الطيارات بس مش عارف يسيب جاكي. بيستيقظ الوحش ريك من سباته مستعد للجولة التانية. هنا بيتي بتصرخ لهالك: احمي الإنسانة، أنا هتكفل بيهم. بتغرز مخالبها في وش وصدر ريك وبتطير بيه للسماء، وبعديها بتقطع بمخالبها صدره لغاية ما بتوصل لبطنه وبتشقه نصين وبترميه على واحدة من الطيارات بتدمرها. وهنا هالك بيستغل الفرصة وبيمسك الطيارة المتدمرة وبيلوح بيها بمنتهى القوة ويرميها على الطيارة التانية، وده بيسبب انفجار ضخم بيدمر المكان بالكامل. بيتي بتقف على جثة الوحش. هالك بيقرب منه وبيمسك قفص الصدر وهو بيقول: أنا سمعت صوتك يا ريك، كنت عايزني أساعدك أو أقتلك. بيشق جسم الوحش نصين وجاكي بتصرخ من المنظر البشع، وبيطلع منه هيكل عظمي ريك جريمز وهو بيصرخ في ألم. الجنرال 14 لسه هيبعت طيارات تانية بس بيلاحظ طيارة جاية من بعيد على المكان. الجنرال بيأمر جنوده بالانسحاب وهالك بياخد ريك وجاكي وبيهرب هو وبيتي. بتوصل طيارة الألفا فلايت لمكان الحادث وبيخرج منها سامسون وكريل وفريق كابتن مارفل وبيعرفوا اللي حصل. أشعة الجاما منتشرة في كل مكان. سامسون بيقول: لم ينتهي الأمر بعد. بنشوف بروس بانر في الفضاء في الظلام واقف بشكل نحيف ضعيف، وبيظهر قدامه شخص مضيء بنور ساطع يخطف الأنظار. بيقرب منه وبيقول: جبرا أو جولهاب، الرجل أم الوحش؟ من أنت يا بروس بانر من الأرض؟ بيوصل لغاية عند بروس وبيكمل كلامه: ماذا سوف تصبح يا بروس؟ في الوقت ده الجنرال 14 لابس آلة معدنية عملاقة شبه بدلة رواد الفضاء، بيتحرك بيها لجهاز الانتقال الآني. العالمة ميجوين بتصرخ فيه: أنا سجلت فيك شكوى على كل المدنيين اللي ماتوا في حربك مع هالك.
الجنرال بيرد مجرد أضرار جانبية. الدكتورة بتشمئز من إجابته وبتقول بس اللي انت عملته ده ممكن يقتلك، جهاز الانتقال الآني خطر، ممكن يحول جسمك لذرات أو حتى ينقلك للفضاء بدل المكان اللي انت عايز تروحه. الجنرال بيرد عشان كده لابس بدلة رواد الفضاء عشان أعرف أتنفس في الفضاء لو رحت هناك بالغلط. الدكتورة بتجاوبه احنا محتاجين نعمل اختبارات تاني نتأكد ان الجهاز سليم. الجنرال بيقول لها ده الفرق اللي بيني وبينك يا دكتور، انا عندي ايمان دايما بجازف. بيستخدم الجهاز وبيوصل لمقر الالفا فلايت، بيبص قدامه بيلاقي كريل بيكلم مراته تاتيانا. الجنرال بيطلق عليه حقنة من التايتانيوم بتذوب جسمه بالكامل وبتحوله لمادة شبه الشمع. تاتيانا بتتفزع وبتصرخ انت عملت ايه؟ الجنرال بيرد عليها ما تقلقيش، جوزك صعب قوي اي حد يقتله، انا بس حقنته بمادة مخدرة لاني قريت في ملفاته انه عنده نقطة ضعف اتجاه المخدرات. تاتيانا لسه بتوجه قبضتها على الجنرال، بيطلق عليها ثلاث حقن زي جوزها وبتسقط على الارض مغمى عليها. بيخش على الاوضه التانية بنلاقي جثه الوحش المستحوذ على ريك راقد على ترابيزه عمليات حواليه سامسون وولتر اللي خايفين يلمسوه ليجي لهم تسمم او حاجه، وهنا بيقربوا منه ببطء بس بيفاجئهم الجنرال 14 اللي بيطلق سهم على دماغ باك بيسقطوا فورا، وبيطلق ثلاث سهام على سامسون اللي بيصدهم بايده وبيقاوم بكل قوته المخدر، وبيندفع على الجنرال 14 موجه له لكمه بس الجنرال بيتفاداها وبيشده من شعره وبيكسر رقبته. هنا وولتر كان واقف ومجهز نفسه ببندقيه وموجهها على الجنرال. وولتر بيصرخ وبيضغط على الزناد بس البندقيه مش بتطلع حاجه وبتصدر صوت مزعج. الجنرال بيضحك ايه ده قتلت دلوقتي، حظي سعيد جدا، طول عمرك مش بتعرف تسيطر على الوضع بس انا اقدر اسيطر على الفوضى، الوداع يا وولتر. وبيطلق عليه عدة طلقات وبيقتله. الجنرال بيبص على الترابيزة اللي فيها الوحش بيشيله وبيستخدم جهازه عشان ينتقل آنيا للشادو بيس، وهناك بيقرب من الوحش وبيلمسه وده بيحفز الوحش بيخليه يستيقظ وينقض بكل قوة على الجنرال ويمتصه جواه، وهنا بيتحول الجنرال لأبومينيشن أو العقل المسيطر على المسخ جالس على عرشه مستعد للقضاء على هالك. في الوقت ده الدكتورة ميج وين بتصرخ للجنرال المتوحش انت ضحيت بجنودك بالمدنيين في حربك مع هالك، بقيت مهووس بيه لدرجة انك تندمج مع كيان مجهول ما نعرفش بيعمل ايه في جسمك ولا بيدمر اعضائك ازاي. الجنرال بيبصلها ما تقلقيش انا مسيطر على الوضع بالكامل. الدكتورة بتبص عليه بتلاقي مناخيره بتنزف بسائل اخضر مقزز، بتقوله انت بتنزف يا 14. الجنرال بيرد ده مجرد ضرر جانبي بسيط ما تقلقيش. بعديها بيقرب منها بغيظ احنا بنحارب الوحوش يا دكتور، ابومينيشن كان خطر على المجتمع وقدرنا نخدعه ودلوقتي بقى سلاحي، احنا في حرب مع الفوضى، اختاري الجانب اللي هينتصر قبل فوات الاوان. وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده في الفندق ريك نايم في حوض الحمام مش بيتحرك ومش بيطلع اي صوت، وبيتي قاعدة جنبه بتطمن عليه وبتواسيه عشان لو صحي في اي وقت تقدر تساعده. بيخبط على الباب بروس بانر، بيتي بتفتح له بهيئتها المتوحشة. بروس بيبص عليها من ورا الباب وبيقول لها محتاجين نتكلم، ريك كويس استعاد وعيه؟ ريك نايم، ريك مش بيعمل صوت. اوه بيتي محتاج اكلمك، احنا في النهار، ممكن ترجعي لهيئتك البشرية ونتكلم؟ لا انا بيتي. بروس بيقول لها انه اسف على كل حاجة، بس فجأة لسانه بيبقى تقيل وشخصيته بتتحول لجو فيسكت اللي بيقول هاي بيتس شكلك حلو النهاردة. شكرا جو كلامك حلو، لو احتاجتي اي حاجة انا برا مع جاكي. بيتي بتقفل في وشه الباب وبترجع لهيئتها البشرية وبتقعد جنب ريك، بس فجأة مرة واحدة بتصرخ وبتنادي على جو وجاكي ييجوا بسرعة. بتخش جاكي وجو الحمام وبيلاقي ريك مضيء بضوء أخضر ساطع، البارك بيلتف حواليه من كل حتة وبيصرخ بروس أنا افتكرت كل حاجة عملوها فيا، الجنرال في بحيرة جروم في قاعدة الألفا فلايت المتبقي من فريق كابتن مارفل أصابهم الحزن بعد موت وولتر. باك بيقدر يتتبع الإشارات المنبعثة من الجنرال وهو بينتقل آنيا لمقرهم وبيعرف مكان الشادو بيز. بيتوجهوا كلهم للجهاز الآني الخاص بقاعدتهم، جهاز قديم محدش استعمله من الستينيات. سامسون بيقول لهم أول ما نقتحم الشادو بيز أنا وكريل هنشتت الجنرال وجنوده ونحاول نقضي عليهم، أما تاتيانا وباك هيستعيدوا العينة اللي سرقها منا الجنرال. بيستخدموا الجهاز وبيوصلوا للشادو بيس بس بيتفاجئوا بالجنرال واقف هو وكل جنوده موجهين عليهم الأسلحة ومستنينهم. الجنرال بيضحك انت فاكر انك كنت تقدر تخترق قاعدتي بدون علمي؟ انا مجند مراقبين بيبصوا لكل حتة في كوكب الارض،
متصلين برادارات ومئات من الأقمار الصناعية. بعديها بيوجه كلامه لسامسون: انت مدهش يا سامسون، كل مرة بتموت فيها بترجع للحياة بسرعة، قدرتك الشفائية بتزيد مع كل مرة بتتقتل. سامسون بيبص لهيئته الوحشية: بحق الجحيم بص لنفسك، ايه اللي انت عملته ده؟ ليه عملت كده؟ الجنرال بيضحك ومناخيره بتنزف بدم سائل اخضر: عشان افوز بالحرب يا سامسون، عشان اجلب العدالة، مستعد اضحي بحياتي، والان استعد لموتك وتقطيعك، هتكون سلاح من اسلحتي الجديدة. وهنا بنسمع صوت خبط ورزع في السقف، بوم بوم، الصوت بيبقى اقوى وبيقرب مع كل ضربة. الفريق بيستعد والجنرال خايف وبيقول: ازاي ازاي عارف المكان؟ وهنا ايد هالك بتخترق السقف وبيعمل فجوة ضخمة وبينقض هو وفريقه كله على الارض صارخا نوك نوك. هالك واقف وراه فريقه بالكامل وفريق الفا فلايت. الجنرال مش شايف غير وشه وابتسامته الشيطانية. ريك بيقول لبيتي وجاكي يسيبوا الامور لهالك ويتجهوا لمكان تاني. هالك بيشيل دراع آلة عملاقة بينتزعها بكل قوته وهو بيصرخ: لقد بدأ المرح. بقية اعضاء الفريق الفا بيبتدوا ينتشروا ويساعدوا هالك ويقضوا على جنود الجنرال. الجنرال بيصدر اوامره: استعملوا حقن التايتم المخدرة واقضوا على كريل وتاتيانا. الجنود بيوجهوا بنادقهم لكريل، بيطلقوا 5 حقن، بس المرة دي كريل مستعد وبيحول جسمه كله لتايتانيوم، والحقن بترتد من جسمه وبتسقط على الارض. بينقض على الجنود عشان يقضي عليهم، بس الجنرال بيمسكه من ايده وبيعصرها. كريل بيصرخ في الم. الجنرال بيوجه كلامه لآلة عملاقة: اس اي يونت تكفلي بهالك. هالك بيدمر كل حاجة في طريقه وبيقول بغضب: ايه هي اس اي يونت بحق الجحيم؟ بتوصل آلة الاس اي يونت قدام هالك وبتشتغل وبتضيق نور اصفر ساطع حارق على هالك قريب من اشعة الشمس، وده بيخلي هالك يتحول بالعافية لبروس بانر. بروس بانر بيصرخ: لا قاوم يا هالك قاوم. مجموعة من الجنود بيقفوا قدام بروس الضعيف والجنرال بيأمرهم بقتله. الجنود بيطلقوا الرصاص على بروس، بس هنا بيتدخل سامسون بيحمي بروس بجسمه وبيمتص كل الطلقات الموجهة ليه وبيضحي بنفسه وبيموت. باك بينط على آلة الاس اي وبيغرز ايده في ظهرها وبيطلع عمود فقري متصل بدماغ بشرية بتتحكم في الآلة. بيشيل العمود وبينط من الآلة وبيرزعه على الأرض وبيدمر الدماغ بالكامل صارخا: عندما تذهب للجحيم قل لهم أن باك أرسلك. بروس بيتحول تاني لهالك اللي بيقوم غاضبا وبيشيل الجنديين اللي أطلقوا عليه الرصاص وبيضربهم في بعض بقوة. في الوقت ده كان ريك وجاكي وبيتي قدروا يقتحموا المخبأ اللي فيه الدكتورة وباقي العلماء. ريك بيبص للدكتورة وبيقول لها: أنا فاكرك يا دكتور ميجوين، كنت بتقولي أسفة وانت بتعذبيني. الدكتور بتنهار وبتعيط وبتقول له: سيبهم يمشوا، سيب الموجودين هنا يمشوا، أنا اللي انت عايزه، أنا أستحق الموت، هم لأ. جاكي بتتدخل وبتهدي ريك: مفيش حد هنا هيموت، صح يا ريك؟ ريك بيقول لها: على حسب ما هتقول لنا مين ده. بنبص للخزان اللي فيه ديل فراي. بيتي بتقول: أنا شم ريحته من الخزان، انتوا عملتوا ايه؟ الدكتورة بتجاوب: ما عملناش حاجة، احنا لقيناه كده في الكهف اللي هالك حبسه فيه وكنا بنحاول نخفف ألمه. في الوقت ده سايبورج من جنود الجنرال برجلين آليين بيطلق أشعة ليزر على كريل اللي ما بيقدرش يمتصها وبيصرخ في ألم. مراته بتحاول تحميه، بتحاول تدافع عنه، بتجري عليه بكل سرعتها، بس جندي بيظهر من وراها وبيطلق عليها بريق من الكهرباء بيخترق جسمها وبيسبب لها ألم لا يطاق. حتى باك بيلاقي نفسه متحاصر وجندي بيعذبه بالكهرباء. فريق هالك بيتهزم بالكامل، وفي المعركة الأخيرة هالك ماسك إيد الجنرال وبيصرخ بغضب: أنت مجرد نسخة حقيرة من روس، نسخة حقيرة من بلونسكي، نسخة حقيرة مني. الجنرال بيرد: أنا النسخة المتطورة منك يا حثالة، أنا الأقوى. وبيفتح بقه وبنشوف حمض بيفرقع جوه بقه وبيطلقه بالكامل على وش هالك بيدوب جسمه بالكامل. هنا هالك بيصرخ في ألم وبيسقط على الأرض. الجنرال واقف وسط جنوده وبيقول لهم: احضروا الحيوان للمعمل ليقوم بدوره كفار تجارب. بس هنا هالك بيعمل اللي محدش كان متخيل انه هيعمله، بيقوم وبيقطع لحم جسمه المصاب بإيديه عشان الحمض ما يخترقش عظمه. أحشائه بتطلع من جسمه، هيكله العظمي بيبان وهو بيصرخ: هالك سماش. بيشيل لحمه المصاب بالحمض وبيرميه على واحد من الجنود اللي بيقول في منتهى الرعب والخوف: يا إلهي يا إلهي إنه الشيطان. اللحم بيدوب جسم الجندي بالكامل وبيقتله. هالك بيوجه صباعه على الجنرال وبيقوله: أنا غاضب أنا غاضب،
وكلما زاد الغضب زاد الدمار، وبيلكم الجنرال لكمة بمنتهى القوة بنسمع صداها في أرجاء المكان كله، بيطيح بيه بعيد عنه. الجنرال بيقوم، وهنا جنوده بيدخلوا من البوابة يساعدوه في مواجهة هالك. الجنرال بيفرز الحمض الحارق من بقه على هالك، بس هالك بيتفاداه وبيسيب جنوده وبيدوبهم، وهم بيصرخوا وبيموتوا في ألم قدام عينيه. الكل بيتفزع، الجنرال قتل جنوده. ماج وين بتصرخ من اللي شايفاه، مش قادرة تصدق عينيها. واحد من الجنود اللي بقوا بيقول للجنرال انه قتل كل الجنود المحيطين بيه. الجنرال بيجاوبه دي حادثة، كانت غلطتهم هم، المفروض كانوا ياخدوا بالهم، دي الحرب ايها العقيد، النيران الصديقة دايما بتحصل وقت الحرب. هالك بيرد كده مش هيتبقى لك أصدقاء. هالك بينقض على الجنرال بمنتهى القوة، وهنا العالمة ميج وين بتصرخ من الميكروفون وبتقول للجنود الجنرال اتجنن، أنا عافيته من مهامه، اهربوا من المكان بسرعة، ما تسمعوش كلامه. الجنرال بيصرخ لا، بيهجم على هالك وبيسدد له لكمة قوية، وبعديها بيشيله من وشه وبيفرز عليه الحمض السائل، بيدوب جلده أكتر وبيخترق جمجمته وبيسيح عضمه. بس هالك وسط ألمه رافض يسيب الجنرال، بيغرس صباعه في عينه وبيفقعهم. اتركني أيها الوحش، انت بتموت يا جنرال، انت بتموت خلاص. وبيعم الظلام في المكان. الجنرال بيفتح عينه بيلاقي نفسه في الجحيم، ومعاه سامسون رفيع وبروس وابوه براين. براين بيضحك له وبيقول له مرحبا بك في عائلتنا الصغيرة. الجنرال بيحس برعب، بيصرخ بفزع لا لا لا، انا المفروض ما بقاش هنا، دي روحي دي حياتي. براين بيضحك انت بتفاجئني كل مرة يا بروس باصحابك الجداد اللي بتجيبهم هنا، يلا نبدأ الحفلة. بروس بيقف ورا الجنرال وبيمسكه من رقبته وبيكسرها، وهو بيقول لابوه انا جو مش بروس، والحفلة انتهت. بيرجع هالك تاني للحياة بعد ما انتصر على الجنرال، بيقول لسامسون انه هيستولى على قاعدة الشادو بيس بكل اسلحتها والتكنولوجيا اللي فيها. الدكتورة ميج وين والجنود اللي بقوا هيعملوا تحت امرته، جواه خطط كتير قوي للي جاي. سامسون بيقول له انه هيفضل جنبه ومعاه لو حصلت اي حاجة غلط. بروس بيقول له لو اشتغلنا سوا هنكون اقوى واذكى مخلوقات على الكوكب، هنحقق المستحيل مع بعض. بيجلس هالك على كرسي الجنرال كالملك وبيقول ما تقلقش يا سامسون، كل حاجة هتكون بخير. بعد وقت طويل بروس بانر قاعد على كرسي هالك وبيعمل بث مباشر للعالم كله، بيوجه خطاب لكل البشر على الكوكب. انا اسمي روبرت بروس بانر، انتوا تعرفوني باسم هالك، بكلمكم من قاعدة الشادو بيس، منظمة كانت مهمتها انها تقبض عليا وتشرحني وتعمل عليا تجارب وتصنع من جسمي اسلحة او تحولني لسلاح. ومن اجل الغرض ده الحكومة كانت بتدعمهم في الخفاء، والجيش ادالهم مبلغ مليار و200 دولار بغرض انهم يطوروا اسلحة للقضاء عليا. الفلوس دي كان ممكن تروح للتعليم او للطب، كان ممكن تروح للبنية التحتية للدولة، نبني طاقة متجددة تحمينا في القرن القادم، بس راحت للأسلحة والقنابل ومخيمات التعذيب. هو ده العالم اللي بنعيشه، عالم البشر. اسمعوني كويس، أنا قررت أستهدف الأثرياء اللي بيستغلوا سلطتهم ويتربحوا من وراء الدمار. في خلال أسبوع واحد هتسمعوا عن هالك وهو بيستهدف كيان شرير بيستغلنا كتير. ده إعلان حرب. في مبنى روكسان بيجتمع داريو مع المديرين بتوعه وبيقول لهم مرحبا يا سادة، انتوا دلوقتي مستغربين من شكلي، تفتكروا ليه طلعتلكوا بالشكل ده؟ في حرب البشر مع الجن انا دعمت الجن واديتهم فلوس، وطبعا في عالم البشر ده يعتبر خيانة، بس الناس عملت ايه؟ كتبوا عني مقالات، نزلوا عني بوستات على السوشيال ميديا، عملوا حملات مقاطعة لمنتجاتنا، وكل ده ما كانش ليه لازمة ولا غير حاجة، لان مفيش حد مهم اهتم او عمل حاجة. عشان كده قررت اطلع بشكل الحقيقي، محدش هيهتم كده كده، العالم مجرد متاهة من الفلوس والسلطة، والناس بتنسى نفسها وسط المتاهة دي، وانا قررت اكون وحش المتاهة دي، انا الميناتور. وبيظهر وشه الحقيقي واستفزع المديرين بتوعه، معلن الحرب على هالك او البشر. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وتنتهي قصتنا على كده. وبس كده معلم، ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وتفعل جرس التنبيهات. وبيس.